السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع متخصص في إن هو يحول التكست لصور، هو مقسمهم يعني عايز حاجة معماري، عايز حاجة اندستريال ديزاين، عايز حاجة سينما اي اي انتريور ديزاين، كل الأقسام دي موجودة. ودي صور هو مكريتها، مجرد بس حد كتب له الوصف وهو بدأ يعمل الصورة ديت. طيب خلينا نجرب. تمام، هو أنا دوس على الصورة فبدأ يفتح لي الصورة ويقول لي إيه الكلمة اللي اتكتبت، وتعالى نجرب البرومت دوت، أو تكتب أنت أي برومت تاني. على سبيل المثال هاجي هنا أركتكتشر إي وأقول له أنا عايز أعمل كرييت، وبيقول لي اكتب البرومت اللي أنت عايزه، البيلدينج ستايل اللي أنت عايزه، فيلا مثلا، أي حاجة أنت عايزها، الأركتكتشر اللي أنت عايزه زي حديد مثلا، الستايل، التايم، اللوكيشن، واقول له جنريت، فيبدا يعمل لك الصور بالشكل دوت. طيب نغير المهندس المعماري اهوت، وتقول له جنريت، يبدا بقى يكريت لك صور جديده. يعني انت ممكن تكتب البرومت هنا او تعمل البرومت من هنا، انت مجرد بتكتب هنا كانك انت كتبت له انا عايز فيلا لفلان بالستايل الفلاني بالتايم الفلاني باللوكيشن الفلاني، كانك كتبت الكلام ده في البرومت هنا، يروح عامل لك بالشكل ده. تمام، ممكن ترفع صوره وتقول له عدل عليها، يعني في امكانيه ان انت عندك صوره مبنى فترفع الصوره ويبدا ان هو يشتغل عليه. فانا شايف الفكره جميله جدا. قول له جنريت، يبدا بقى هو يكون الصور. ممكن نقول له هنا بقى احنا مش عايزين فيلا، احنا عايزين مثلا تاور، ونقول له التاور ده مثلا لمين، نورمان فوستر. الستايل، تبدأ بقى تشوف ايه الستايل اللي انت عايزه. الوقت امتى، اللوكيشن فين، وتبدأ ان انت تقول له كرييت، فيبدأ يعمل لك الصور بالشكل الجميل اللي هيحصل معانا دلوقتي. ما لقيتش هنا في اللوكيشن اي دول عربية فاخترت اسطنبول، ونبدأ بقى نقول له بدل تاور نقول له احنا عايزين مثلا كافيه. تمام، كأن انا هفتح مثلا كافيه في اسطنبول، ويبدأ هو بقى كاريت للصور، فيبدأ يعمل حاجة بالشكل ده، وهكذا تقدر تجربه زي ما انت عايز.